اهلا بيكم متابعينا على صفحتنا على فيسبوك. بالنسبه للفول الصويا اتكلمنا كتير جدا عن زراعه الفول الصويا وطرق الري ومده الفطم ويعني اتكلمنا كتير جدا جدا وعلى انتاج الفدان. ودلوقتي جينا في موسم حصاد الفول الصويا ودريس الفول الصويا، هنشوف اسعار الفول وهنشوف كل التفاصيل، فتابع معايا الفيديو. في البدايه حابب اشكركم جدا جدا على دعمكم للصفحه. طيب بالنسبه للفول الصويا بدايه كده، طيب تذكير كده لانتاج الفدان. انتاج الفدان من الفول الصويا يا جماعه، ينتج فدان الفول الصويا من طن وربع لحد اعلى انتاج الفدان 2 طن الا ربع، اعلى انتاج للفدان 2 طن الا ربع، تمام. وادي الانتاج زي ما انت شايف اهو، تمام. ده انتاج الفول الصويا بسم الله ما شاء الله، يعني يعتبر الى حد ما كويس. في افضل من كده، في زراعه افضل من كده. طيب الفول يبقى معاك بالشكل ده في نهايه الموسم، تعرف ان خلاص ده هيتم الحصاد. سبحان الله، يعني كل حاجه لها عمر، كل حاجه لها عمر. اول ما يتم نشوف الفول الاول زي ما انت شايف اهو، تمام. ادي الفول اهو، ادي الفول الصويا يا جماعه اهو، تمام. طيب الفول الصويا يا جماعه علامات نضجه ان هو طبعا يبقى معاك بالشكل ده، يخرط الورق بتاعه، الجرن يبقى معاك بالشكل ده، يبقى لونه طبعا مصفر، العود نفسه لونه ابتدى يصفر، يبقى واقف، يعني يبقى واقف عص فقط لا غير، والجروم، تمام. دي علامات نضج الفول الصويا الصحيح، تمام. في ناس بتحصد اخضر يعني بالشكل ده ممكن يتحصد، ولكن اثناء الدريس تلاقي حبايه صفراء وحبايه خضراء حبايه دبلانه، فاحنا مش عايزين كده، خلي الفول الصويا بتاعك لما يستوي. طيب قلنا علامات نضج الفول الصويا ان هو يخرط الورق وما الى ذلك والكلام ده كله. طيب واتكلمنا طبعا على انتاج الفدان. الحصاد، افضل وقت الحصاد الفول الصويا انك تحصد من الساعة 2 بالليل لحد الساعة 7 صباحا او 3 الفجر 7 صباحا، ده افضل وقت ليه للحصاد. طيب بعد الحصاد بيقعد حوالي 4 ايام، بيقعد حوالي 4 ايام مفروض في الارض. بعد 4 ايام بيتم التغمير، وافضل وقت لتغمير الفول الصويا كذلك الامر من الساعة 2 او 3 الفجر لحد الساعة 7 صباحا. طيب ليه؟ حاليا زي ما انت شايف تلمس الجرن، تمام. احنا حاليا فتره المغرب، تلمس الجرن زي ما انت شايف بيعمل ايه، بيفرك على طول. يعني انت لما بتيجي تقصل الفول بيبقى معاك بالشكل ده، فبتمسك من هنا، تمام. مسكت من هنا الفول هتلاقيه يفرك معاك على طول، تمام. بيكون مستوي هتلاقيه يفرك معاك على طول. فطبعا فتره الصبح بيكون دبلان وصعب، من الصعب ان هو يتفرك معاك بالشكل ده. فبالنسبة للتغمير والحصاد زي ما قلنا في المواعيد المذكورة. طيب بيقعد 4 ايام بعد الحصاد، وبعدين بيقعد يومين ويتغمر، وبعد كده بيقعد يومين او 3 ويتم الدريس. قلنا انتاج الفدان، والله بينتج الفدان من طن وربع، اعلى انتاج الفدان 2 طن الا ربع في انواع اللي هي بتقعد مدة اطول زي الفول الوزارة، تمام. ده اعلى انتاج للفدان. انما في المتوسط واغلبيه الناس زرع فول طبعا اللي هو الفول البلدي، عمره قصير شويه عشان الناس تلحق تخضر بطاطس، عشان بعد البطاطس تخضر القمح. طيب بالنسبه بقى للتجليع او الحش، بالنسبه للتجليع او الحش، في ناس بتجلع الفول اثناء الحصاد وفي ناس بتحش الفول الصويا، تمام. طيب احش ولا جلع؟ والله الحش افضل، الحش افضل، الفول هيبقى نظيف ما فيهوش طينه ما فيهوش اي حاجه، تعرف تبيعه بسعر كويس. انما التجليع هيرمي معاك طين في الدراسه والفول يبقى كله ترابه وطين، ومش هتعرف تبيعه بسعر كويس، ويبقى طبعا محصول مش نظيف. فاحنا عايزين نحصل على انتاج كويس ونحصل على محصول كويس ويبقى حاجه نظيفه بسم الله ما شاء الله. طيب بالنسبه لاسعار الفول الصويا، الفول الدريس بقى يا جماعه، احنا قلنا موعد الحصاد وموعد التغمير. الدريس لازم يكون فترة الظهر، دريس الفول الصويا لازم يكون من بعد الساعة 11 صباحا، دريس الفول الصويا لازم يكون من بعد الساعة 11 صباحا. بننبه تاني وبنقول عشان الناس اللي أول مرة تزرع فول صويا، لو شغلت الدراسة الصبح المكنة مش هتاكل وهتضطر تنتظر لحد بعد الساعة 11، والناس طبعا أصحاب المكن وأصحاب الجرارات عارفين الكلام ده، تمام. طيب بالنسبة بقى للأسعار، دي آخر حاجة هنعرضها، أسعار الفول الصويا. اسعار الفول الصويا طبعا من حوالي 10 ايام تقريبا كان وصل 23000 لحد 23500 جنيه للطن. حاليا اسعار الفول الصويا انخفضت، اسعار الفول الصويا حاليا
انخفضت يا جماعة. طيب وصل كام؟ وصلت أسعار الفول الصويا 21 لحد 21 و500 جنيه للطن النهاردة. التاريخ عشان الأسعار بتتغير من لحظة للتانية، التاريخ النهاردة 18/8/2024، 18/8/2024. ولما يبقى معاك الفول بالشكل اللي انت شايفه ده، انتظر عليه شوية، ما تحصدش دلوقتي، تمام؟ لازم الفول يستوي ياخد حقه في الأرض عشان الغلة ما تتبلش منك وتحافظ على محصولك. أتمنى للجميع الخير، شكرا ليكم وشكرا على دعمكم لينا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.